القديمة في القدس كتيرة ومنوعة، ولها أهمية كتير كبيرة مش بس عند سكان القدس، كمان لكل الزوار من كل مكان. اليوم رح نتعرف عليها بحلقة جديدة معي أنا لانا كرغاسي من عيش العاصمة. الأسواق اللي بتتميز كل سوق له ترى. عندك سوق باب خان الزيت، عندك باب العمود، أواعي خضرة. عندك سوق العطارين، كله عطارين. عندك سوق الخواجات، أواعي وأشياء قديمة متخصصين في هذا الشيء. باب السينسلر كان فيه ملحمة، عدة ملحمات، والباقي كله إيش؟ كله دكاكين. عندك خان السلطان انقلب كله إلى دور هلا عشان قصة الهوية اللي هي عجز على الناس في أي محل. من باب العمود، من باب حطة، من باب العمود، هذا كله إيش؟ يكون كله مشتريات وكله أواعي وكله أشياء زينة أخص النسوان. من الخطوة الأولى إيقاعات معروف من ريحة بلدي. سوق العطارين من أقدم الأسواق في البلدة القديمة، هو مركز علاجي وبنفس الوقت مركز للتموين للمطبخ، للبهارات، للأعشاب، للمكسرات، للزيوت. الحمد لله احنا الجيل السادس مدومين على هالمهنة هاي، بنطور فيها كل مرة. ايش بصير اشي جديد في العالم، اكتشافات ما يخص الأعشاب، البهارات، الزيوت، بنحاول انه نكون على اطلاع عشان نطور منتجاتنا اول باول، والحمد لله الكل راضي. وزي ما انتم شايفين الارماط موجوده بعده لغات، لانه في عندنا كمان موقع على الانترنت الناس بتشتري من كل انحاء العالم وبنبعث لها. يعني الحمد لله رب العالمين احنا متواجدين، وبنحرص على انه الجيل القادم كمان انه يستمر للجيل اللي بعده وبعده ان شاء الله. مجرد ما انت تدخل جوا البلده القديمه بيعطيك نوع من الشعور المميز، وهو نفس الشعور المشترك لما تدخل على السوق القديمة في دمشق، في حلب، تدخله في الأردن، تدخله في عكا، تدخله في أي مناطق. الإشي الروحاني اللي بيدخل معك بالسوق هو اللي بيعطيك التميز. بحكي إنه أسواق القدس كتير متعددة وكتير إلها أهمية كتير كبيرة، يعني شو سبب أهمية الأسواق تبعت القدس؟ التجارة في داخل مدينة القدس هي تعد العمود الفقري لاستمرارية الحياة في داخل البلد القديمة. فمدينة القدس أو خاصة البلد القديمة هي بداية لا يوجد فيها عين مي، وعين المي عندها بعيدة في منطقة سلوان حتى تكون مصدر حياة موجود. غير هيك إنه ما في عنا عمليا أراضي زراعية في داخل البلد القديمة اللي تصير يعتمد السكان على الزراعة في عملية استمرارية الحياة، ولا في عندنا مصانع ممكن أنه يصدروا مواد لخارج البلد القديمة. فمن هون اعتمدت البلد القديمة بشكل كامل على زوار مدينة القدس، حجاج من المسيحيين ومسلمين مدينة القدس، حتى ينعشوا الاقتصاد وتستمر الحياة في داخل البلد القديمة. كم من سوق عندنا في البلد القديمة، وليش سموهم بهيك أسماء مختلفة في عندنا؟ الأسواق عديدة، ولكن نوعية الأسواق تختلف. في عندنا أسواق رئيسية مثلا زي سوق العطارين، زي سوق خان الزيت، زي سوق اللحامين، والأسم أخذ إما من خلال نوع التجارة اللي موجودة أو أسم المنطقة اللي هو موجود فيه. في عنا سويقة، أي تصغير للسوق، مثل سويقة علون. في عنا أسواق مفتوحة زي محلة، تسمى محلة زي محلة باب العمود، اللي هي ما في نوع معين بتم فيها عملية شراء وبيع، ما في تخصص معين، وهي بتكون بدون سقف، تختلف عن مثلا سوق العطارين أو سوق اللحمين أو سوق الخواجات. وهيك بشكل رئيسي بتم تسمية الأسواق في داخل البلد القديمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.